تحياتي الدراري في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله مشى نلعب واحد المقابله في واحد الاجواء اللي متاكد غادي تعجبكم، فيها الكبير الصغير الرجال كلشي زوين غاتعجبكم. كما كتعرفوا كاع اللعابه ديال العالم في عطله، لولا الظروف ما عندوش عطله، ديما كيبريباري بحكم ان كاس افريقيا على الابواب. فبقاو معنا الخوت حتى نوصلوا للتيران. ايش لي اللحظة عادي لولا الظروف الان تي قبل انطلاق المقابلة، نحضرت قبل انطلاق المقابلة معنا الشينوي كذلك هو ديما حاضر لأي تورنوا. الشينوي وجد لي الركاب اليوم، تا هاد الشينوي تا هو دريري تبارك الله تا هو ضاع. خويا الشينوي دوزيام ميطا بقيتي ولا؟ صراحة أنا أبقى الجوكر. الهدف الاول من اللاعب الشينوي، صراحه اللاعب هو ممتاز، صراحه هو واحد اللاعب اللي عنده موهبه وعنده كره في رجليه، ولولا الظروف هو صراحه من اللاعبين الموهوبين في المنطقه ديالنا. لاعب الحاضي الملقب بالشينوي، نتمنى له ان شاء الله هو شي التفاته ومازال صغير في السن. صراحه مع دخل الشوط الثاني شوما كتشوفو يعني كيماركي الهدف الأول. الهدف الثالث لفريق لولا الظروف، نتيجة عريضة في هذه المقابلة وأداء جد رائع من لولا الظروف. صراحة تيقدم
بالإضافة لأي فريق كيلعب فيه. وهذا الماتش فهو بريباراسيون كيف ما تيقول، كيوجد إن شاء الله الموسم القادم. كنتمنوا له التوفيق إن شاء الله. وفي هذه الأثناء نهاية المقابلة، فوز فريق لولا الظروف بالنتيجة 3-0. التوفيق في باقي المقابلات إن شاء الله. إذا نهاية المقابلة، وكيف ما شفتوا الإخوان، خويا الحاضي نزل من المقابلة. علاش خويا الحاضي واخا تعطينا واحد الكلمة خويا الحاضي؟ أخويا الحاضي كيف ما شفنا المقابلة كانت 0-0، الماتش كان صعيب نوعا ما، مع دخلتي فكيتي لهم العقدة، قدمتي أداء رائع وإضافة رائعة خويا، وشنو تبغي تقول لنا خويا الحاضي؟ خويا خلال المشاهدة ديالنا المباراة تقصنا واحد النقاط ديال الضعف ديال الخصم، هذا ما أدى بنا إلى دخلتي حيحتي عليهم أخويا الحاضي، عزيمة وإرادة اللي خلتنا نسجلوا أهداف في الشوط الثاني. اذا خويا الحاضي الاخلاق العاليه اخوان، بالنسبه راه تا هو در ريكوايري، تا هو راه در ريكوايري وتا هو راه ضاع. تحيه جدا كما شفتوا المقابله صراحه الشوط الاول كان شويه صعيبه، ومنين دخل خويا الحاضي صراحه در ريكوايري فنان، نقدر نقول بانه احسن مني صراحه، احسن لاعب في المنطقه صراحه اللي دري مازال صغير، واللي كنتمنى ان شاء الله صراحه الصوت ديالي كما كتقولوا انا كبير في السن، هو دري صغير وكوايري وكوايري وبشهادة الجميع فهمتي، وكنقول انا هو احسن مني، يعني كي اول مره غادي نعترف بشي واحد صراحه كيفاش لولا الظروف كيلعب، ولكن راه كاين واحد احسن منه اللي هو الحاضي اللي مازال صغير. كنتمنى شي واحد شي فرقه ولا شي حاجه تسمع الصوت ديالو ويدوزوا له تيس ولا شي حاجه. والله اخوتي حتى لما كنقول انا في البطوله وما كاينش اللي كيلعب بحالو، فتحياتي للدراري، كنتمنى ان الاجواء تعجبكم، مقابله داز زوينه انتهت ب 3-0. فتحياتي وما نساوش نشكروا الاخ عبدو اللي جمعنا في هذا المصور ديالنا الفوتوغرافي، تحياتي ليه وتبارك الله عليكم الخوت وتحياتي.